احد اقطابه شحنه موجبه ومقدارها معلوم، وتكون نفس الكميه مالت الشحنه على القطب الثاني لكن بشاره سالبه، تكون كميه شحنه سالبه. هذا نسميه، هذا الجسم نسميه دايبول، يعني ثنائي القطب، الى قطب موجب وقطب سالب. لذلك لما نحسب المجال الكهربائي في نقطة ما تبعد مسافة عن هذا الجسم، لازم نحسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن القطب الموجب وشدة المجال الكهربائي الناتج عن القطب السالب، ثم نوجد المحصلة بيناتهم. هنا example 2 point charge Q1 زائد 12 نانو كولوم عند Q2 ناقص 12 نانو كولوم are point 1 متر apart. Such parts of point charge with equal magnitude and opposite sign are called electric dipole. هذا النوع من الشحنات اللي تكون متساوية بالمقدار ومتعاكسة بالاتجاه بالإشارة نسميها electric dipole. Compute the electric field caused by Q1, the field caused by Q2, and the total field. A at point A, B at point B, and C at point C. يريد منك تحسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن Q1 والناتج عن Q2 في النقاط التالية. أول مرة تحسبه في نقطة A نعطيك مكانها، وثاني مرة تحسب في النقطة B، وثالث مرة تحسب في النقطة C. واضح؟ يعني السؤال باختصار عبارة عن Q1 شحنة موجبة نعطيك مقدارها، و Q2 شحنة سالبة تبعد عنها نعطيك المسافة 21 متر بيناتهم. احسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن هذه الشحنتين في النقطة A أول مرة، بعدين ترجع تحسب المجال الكهربائي الناتج عن هذه الشحنتين في النقطة B، ثم أيضا تحسب المجال الكهربائي الناتج عن هذه الشحنتين في النقطة C. عندك ثلاث نقاط أيضا تحسب لي شدة المجال الكهربائي بيهم الناتج عن هذه الدايبول اللي هو عبارة عن شحنتين، شحنة موجبة وشحنة سالبة. يعني كل تطبق العلاقات في كل نقطة على حدة، كل نقطة كأنما سؤال منفصل عن الآخر. المثال هنا في حالة الـ A، نقطة A معطيك مكانها تبعد مسافة 4 سنتيمتر عن Q2 و 6 سنتيمتر عن Q1. نقطة A فقط على الخط المستقيم بين Q1 و Q2 تكون أقرب إلى Q2 عن ما هي عن Q1. فحتى تحسب شدة المجال الكهربائي في A راح تحسب أول مرة المجال الكهربائي الناتج عن Q1، ثم تحسب المجال الكهربائي الناتج عن Q2، ثم توجد المحصلة مالتهم اللي هي جمع اتجاهي، راح يطلع لي شدة المجال الكهربائي في النقطة A الناتج عن Q1 و Q2. عندنا E1 في A راح يكون المجال الكهربائي الناتج عن الشحنة U1 في النقطة A راح يساوي لنا 1 على 4 باي ابسلون نوت في Q1 على R تربيع. هنا لما اجي احسب شدة المجال الكهربائي في A الناتج عن Q1 راح اخذ المسافة بين النقطة A و Q1. سيكون K في Q1 على R تربيع. هنا أول شيء الـ Q بحط فيها بالنانو كولوم، يعني أضرب في 10 قوة ناقص 9 حتى تتحول إلى الكولوم. ثاني شيء المسافة بطلق فيها بالسنتيمتر، أما أضربها في 10 قوة ناقص 2 أو أقسمها أكتبها بحيث تكون بالمتر 0.6 متر. راح أحسب
ستة مجال مباشرة في عهدي 13.4 متر على كولوم، فهذا ستة مجال كهربائي ناتج عن الشحنة الموجبة في النقطتين. أطبق نفس العلاقة بالنسبة إلى Q2. راح تكون E ستة مجال كهربائي ناتج عن الشحنة الثانية في النقطة A يساوي لنا أيضا طبقة نفس العلاقة وهذا 4.20 نوت. هنا بدل Q1 أكتب شنو Q2 زين، بدل المسافة R تربيع هنا بدل 0.06 هتكون 0.04 وأطلع قيمة E1 عفوا E2A E2A E الناتج عن الشحنة Q2 في النقطة A، شدة المجال الكهربائي الناتج عن الشحنة الثانية في النقطة A. صار عندنا مجالين، مجال تلاحظ هنا واحد باتجاه الـ Q2 والآخر باتجاه مبتعد عن الـ Q1، راح أجي هنا حاليا في نقطة A عندي شنو؟ عندنا مجالين، واحد ناتج عن الشحنة الأولى والآخر ناتج عن الشحنة الثانية، اثنينهم يقعون both directed to the right، اثنينهم يكون اتجاههم باتجاه اليمين بالجزء الموجب هنا، لأن الشحنة موجبة هنا، تفرض وجود شحنة موجبة تكون مبتعدة، وهنا هذه لأنها يسار راح تكون باتجاه نفس الاتجاه يجذبها، فهيكون اثنينهم المجالين نفس الاتجاه، لذلك اجمعهم بما جبر اعتيادي، راح تكون شدة المجال ناتج عن 1 في نقطة A زائد شدة المجال الكهربائي 2 في النقطة A، يعني اجمع 3 زائد 6.8، هيكون هو شدة المجال الكهربائي اللي هو 9.8 × 10⁴ متر على كولوم، هذا وين؟ في النقطة A. اتجاه وين حيكون؟ حيكون باتجاه الشحنة الثانية، باتجاه الشحنة الثانية هذا كمل الجزء الأول. أجي في النقطة B أطبق نفس العلاقات في النقطة B، أريد أحسب شدة المجال الكهربائي محصلة شدة المجال الكهربائي في النقطة B الناتج عن الشحنتين Q1 اللي هي موجبة و Q2 اللي هي سالبة. هنا بطيت النقطة B تبعد مسافة 4 سنتيمتر عن Q1، مباشرة أطبق العلاقة أحسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن Q1 والمسافة بيناتهم هي 0.4 متر عفوا 0.04 متر 4 سنتيمتر، إذا راح أحسب U1 كتب 1B اللي كتب فيه ناتج عن الشحنة الأولى في نقطة B. أيضا أطبق نفس العلاقات أحسب تأثير الشحنة الثانية U2 في النقطة B، هنا الQ2 قيمتها حطها، لكن المسافة شقد حتكون؟ عبارة عن هذه شقد هنا 10 سنتيمتر وهذه 4، حتكون شقد المسافة؟ 14 سنتيمتر. هنا المسافة النقطة دي عن الQ2 شقد؟ 14 سنتيمتر، واضح طلاب؟ جمعناها؟ نعم، هنا شقد تبعد الشحنة Q2 عن النقطة دي؟ شقد تبعد Q2 عن النقطة دي؟ أول شيء عندي Q2 تبعد عن Q1 شقد؟ 0.1 متر 10 سنتيمتر هي، وأيضا 4 سنتيمتر هنا سأصير 14 سنتيمتر، يعني راح أطبق العلاقة أي تساوي من Q2 على مربع المسافة اللي هي
بوينت 14 سلبية. لاحظت شدة المجال الكهربائي بالنقطة بي الناتج عن كيو تي. هنا شدة المجال الكهربائي الناتج عن كيو تي شو يصير؟ وين اتجاهها؟ افترضنا وجود شحنة موجبة هنا، شحنة موجبة راح تتنافر الشحنة الأولى وراح تتجاذب مع الشحنة الثانية، راح تتجاذب مع الشحنة الثانية، إذا حيكون اتجاههم متعاكس. At B, E1B is directed to the left and E2B is directed to the right. So محصلتهم حتكون واحدة سالبة وواحدة موجبة. اللي إلى الاتجاه اليمين يكون موجبة واللي إلى اليسار سالبة، لذلك حيكون الناتج هو ناتج الاتجاه الأكبر. حيكون شدة المجال الكهربائي الناتج نتيجة شدة المجال الكهربائي مع الشحنة الأكبر. المهم عندنا في النقطة سي، هذه النقطة اللي هي تبعد 13 سنتيمتر عن كيو 1 و13 سنتيمتر عن نقطة كيو 2. هنا راح احسب اتجاه المجال الكهربائي بين كيو 1 والنقطة سي، وهي الزاوية مالتها الفا، مسافة تسجيل 13 سنتيمتر، حيطلع اي 1 او كيو 1، واحسب اي 2 الناتج عن كيو 2، حيكون اتجاهها لانها هاي سالبة حيكون اتجاهها الأسفل نحو كيو 2، هذا مبتعد عن كيو 1 وهذا مقترب منها. بعدين أحسب محصلة دول المجالين، واحد بهذه الزاوية والآخر بالزاوية هذه، حيكون هو محصلتهم بهذا الاتجاه. العمل حيكون كالآتي، الشكل يوضح لنا الاتجاهات A1 و A2 في نقطة سي، both vectors have the same x component، اثنيناتهم عندهم نفس المحصلة مع ال x component، E of CX و E1 of CX و E2 في نقطة سي X راح تكون قيمتهم نفس القيمة، لأنه اثنينهم يبعدوا نفس المسافة لكن باتجاهين مختلفة، راح تكون لما نحلل الـ E1 هذه لما نحللها هتكون مركبتها مركبة عمودية ومركبة أفقية، وهذه أيضا تتحلل تصير لها مركبة أفقية ومركبة عمودية نحو الأسفل، المركبات العمودية تكون متساوية بالمقدار ومتعاكسة بالاتجاه، إذا تمحي وحدة الثانية. انتبهوا طلاب، بهذا الشكل الـ E1 تتحلل إلى مركبتين، مركبة أفقية بهذا الاتجاه ومركبة عمودية باتجاه الأعلى، والـ E2 إلى مركبتين، مركبة أفقية نفس اتجاه الـ E1 ومركبة عمودية باتجاه الأسفل، مساوية بالمقدار من الأعلى لكن عكستها باتجاه بالإشارة. إذن المركبات العمودية راح تمحي تأثيرها الأول عن الثاني، هتكون محصلتها يساوي صفر. إذن هتكون محصلة المجال الكهربائي في النقطة سي الناتج عن الشحنتين Q1 اللي هي الموجبة و Q2 اللي هي سالبة، هتكون هو عبارة عن مجموع المحصلات المركبات الأفقية فقط بـ Q1 و Q2. إذن بما انه اثنينهم نفس كمية الشحنة ونفس المسافة، إذا حيكونوا نفس المقدار، واثنينهم يكونوا نفس الاتجاه، إذا ينجمعوا مع بعض جمع اعتيادي.
هنا V1C X وساوي E2C X. إذن مجموعهم يكون طلع مضروب في 2 باعتبار مجموع مضروب في 2 هتكون 2.46 ل 10 قوة 3 متر على الكولوم. الواي كومبوننت يكون مستويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه، إذا تكون قيمته تساوي صفر. وضح السؤال طلاب؟ دكتور ليش حللنا مركبتين؟ نعم، ليش حللنا مركبتين؟ ابني هذه هنا عندك هاي النقطة سي، النقطة سي هاي تحسب شدة المجال الكهربائي الناتج على كيو 1. راح اسوي اطبق العلاقة هنا أنا هذه اتجاهها وين حيكون؟ اتجاهها هو الزاوية الفا هذه. هاي الزاوية الفا واضح؟ نعم. هاي الشحنة وهاي الشحنة، هنا افترضت وجود شحنة موجبة وهي شحنة موجبة للأسف، شاصي قوة التنافر بيناتهم، وين نعم. اتجاهها؟ نفس اتجاه هذا يصير هنا، هذا الزاوية اللي هي الفا من الشكل أقدر أطلع شنو؟ تفضل بالهم واضح؟ واضح. الظل مالها كيف تكون؟ عندي هذا العمود، هذا العمود زاوية قائمة، هذه عندي هتكون منتصف المسافة بين الشحنتين، يعني ايش قد؟ هاي 5 وهذا 13، راح أقدر أطلع شنو؟ الجول على الوتر، أو أطلع الوتر، أطلع الضلع هذا، أقدر أحسبه، فتكون الزاوية معلومة. تمام. الخط يعني أنا أقدر من هذا الشكل أحسب الزاوية ألفا، وبأي طريقة كانت تقدر تحسبها. ليش؟ لأنه عندك بيثاغورس أضلاع موجودة تصير معلومة، نعم، فتقدر توجد قيمة الزاوية، تقدر توجد المقابل، عندك المجاور، راح تقدر تطلع الظل، واضح؟ أطلع هذا الظل، وضعية فيثاغورس، عندي الوتر معلوم، هذا الظل معلوم، هذا الظل مجهول، واضح؟ هيطلع قيمة هذا الظل، إذا صار هذا مثلث قائم الزاوية، أضلاعه معلومة، أقدر أطلع كل الزوايا مالته. دكتور إذا ما أعطانا الأضلاع شلون؟ عفوا ما سمعت السؤال ابني. دكتور إذا ما أعطانا الأضلاع شلون؟ شو ما انت تبع يعني السؤال لازم يكون معلوماتك كاملة، لازم اما انت في الزاوية او الأضلاع. انت معطيك هنا المسافات، انت معطيك هذا 13 سنتيمتر، هاي مسافة بين الشحنتين بوينت واحد متر 10 سنتيمتر، قلنا العمود اللي ينزل، انت لازم تتذكر دراستك الثانويه الهندسه، وتقدر توجد بواسطتها الزوايا او الاضلاع الباقيه غير موجوده. مو دائما انت معطيك انت كل شيء، احنا معتمدين انك مراكب هذه الاشياء سابقا. واضح ابني؟ انت عندك هذا اسم واضح. مثلث متساوي الساقين،
أضلاع معلومين ثلاثتهم، وضلعين متساوية أضلاع، وضع الساعات أيضا معلوم. العمود النازل من الرأس إلى القاعدة شو يكون؟ يكون عمود على القاعدة يقسمها بالنص، إذا هذا يكون 5 سنتيمتر، هذا 13 سنتيمتر، تقدر تجيب شنو المقابل هذا، مقابل الزاوية ألفا. من وجد هذا المقابل بواسطة غير فيثاغورس، إذا الوتر هو المجهول، عندك هذا الضلع هو المجهول، واضح؟ راح تكون قيمته معلومة، إذا صار مثلث قائم الزاوية أضلاعه معلومة، من أضلاعه معلومة تقدر توزن كل زوايا. الظل مال الزاوية شو يساوي لنا؟ المقابل المجاور، يعني ظل هاي الزاوية ألفا شو يساوي لنا؟ هذا الضلع على 5 سنتيمتر اللي هو هذا الضلع المجاور. طلاب نجي على الالكتريك فيلد لاينز. دكتور بس سؤال إذا مو زحمة. تفضل ابدا. دكتور قيم أي وبي يو سي يعني شلون طلعتهن وليش الحل مالتهن يختلف يعني على شنو اعتمدت؟ عندك أي وبي وسي. عندك دكتور. نقطة أي هذه. أنا دايدك تحسب شدة المجال الكهربائي في النقطة أي. شدة المجال الكهربائي منين نافي؟ ناتج من وجود الشحنة Q1 وناتج من وجود الشحنة Q2. إذا تحسب في النقطة A شنو أكو مجالات كهربائية؟ تحسب في النقطة A شنو أكو مجالات كهربائية؟ يعني تمام. تطبق العلاقة مال E1 للنقطة A، المجال الكهربائي الناتج من الشحنة الأولى في النقطة A، طبقتها لحالة هذه الشحنة في النقطة A، واضح؟ نعطيك إياها ووضحها بسهولة. تطبق القانون هذا وتحسب شدة المجال في النقطة A ناتج عن هذه الشحنة Q1. تجي تعيد نفس هذه العلاقة، بدل مو Q1 تحط Q2، تحط قيمة Q2، بدل مو R كانت مال النقطة A تحط الـ R مال النقطة A2. بدل مع Q1 تحط المسافة مع Q2 اللي هي 4 وتوجد القيمة. يعني تطبق هذه العلاقة لكل الشحنات في كل المواقع، يعني تجي تطبقها. أفتهم منك يعني النقطة A هسه بين الشحنة الأولى والثانية، فأطبق القانون على الشحنة الأولى والثانية وأجمعهن؟ نعم أي. في النقطة B أيضا نفس الشيء، في النقطة B أيضا أوكي. نفس الشيء، تطبق القانون بالنسبة للشحنة الأولى، قيمة الشحنة الأولى على مربع المسافة بينه وبين النقطة B اللي هي 4 سنتيمتر، بعدين تيجي تحسب شدة المجال الكهربائي في النقطة B الناتج عن Q2، تحط كمية Q2 على المسافة بينها وبين النقطة B اللي هي شقد Q2 شقد تبعد عن B، 10 سنتيمتر هذه و4 سنتيمتر هذه هتكون 14 سنتيمتر. واضحة؟ تمام دكتور. ونفس الشيء تطبق في النقطة C، تحسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن Q1 وتحسب شدة المجال الكهربائي الناتج عن Q2 وتوجد المحصلة مالتها. تمام دكتور مشكور. دللت. نجي على شيء شرحنا لك شرح بوضوح، قلنا ان الكتب فيوز لاينز هي خطوط مجال كهربائي، هي خطوط وهميه مفترضا وضعناها للدلاله على وجود مجال كهربائي. ضمن علاقاتها هتكون لها خواص، ميخائيل فاراداي هو انتروديوز ذا ايديا اوف الكتريك فيلد لاين ان 19 سنتري في القرن التاسع عشر، جو اوف ذا سبيس اراوند ا تشارج بادي از فيلد وذ لاينز اوف فورس. هو المجال المحيط او الحيز المحيط للشحنه الكهربائيه يكون موضوع عباره عن خطوط من القوى. Although we no longer attach much really to these lines, now usually called electric field lines, they still provide a nice way to visualize patterns of electric field.
انه هي عدم، انه هي مجرد مفترضه لكن تعطينا صوره واضحه لتوزيع المجالات الكهربائيه حول الشحنات الكهربائيه. هنا لو كان جسم مشحون شحنه موجبه راح نلاحظ خطوط المجال الكهربائي او خطوط القوه الكهربائيه حتكون ممتده عن الجسم باتجاه جميع الاتجاهات كانه سيرفس وتشع في كل الاتجاهات. هذه بالنسبه للشحنه الموجبه. بالنسبه للشحنه السالبه حتكون خطوط المجال الكهربائي او القوه الكهربائيه حتكون كانما متجهه كلها داخله في الجسم المشحون. لو كان جسمين مشحونين بشحنه مختلفه حتكون خطوط المجال الكهربائي نابعه من القطب الموجب من الشحنه الموجبه ومتجهه داخله في الشحنه السالبه. هذا الشكل، هذا خطوط المجال الكهربائي بين شحنتين مختلفتين. ولو كانت الشحنتين متشابهتين، شحنتين نقطتين متشابهتين، حتكون خطوط المجال الكهربائي نابعه من كلاهما الموجبتين هنا، لكن في النقطه حتكون توصل نقطه انه بما ان خطوط القوه تتنافر بما بيناتها ولا ممكن ان تتقاطع، لذلك راح توصل الى مرحله انه واحد يبعد الثاني عن الاخر يكون بهذا الشكل. يعني حيكون في الوسط بين النقطتين المشحونتين حيكون عدم وجود مجال خطوط مجال كهربائي، عدم وجود مجال كهربائي. ليش؟ راح يضمحل نتيجه التاثير الاول على الثاني. لو كان الجسمين صفيحتين، واحده موجبه وواحده سالبه، حيكون مجال كهربائي بيناتهم خطوط منتظمه، مجال كهربائي منتظم ينبع من الصفيحه الموجبه باتجاه الصفيحه السالبه. هذه احسن طريقه نوجد بها مجال كهربائي منتظم، انه تكون ناخذ لوحين، واحد موجب الشحنه والاخر سالب الشحنه. اذا حتكون مجال كهربائي داخله، مجال كهربائي منتظم. خطوط المجال الكهربائي لها مميزات. They can be initialized and terminalized at a repetitive charge or at the infinity only. رايت والليدون او ينتهون في الشحنات او في على نهايه. They cannot cross with each other by itself or مع بعض. واضح طلاب هذه خطوط المجال الكهربائي شلون؟ قلنا ميزتهم انه ما يتقاطعون وانه ينبعون من الشحنه الموجبه وينتهون في الشحنه السالبه، او اذا كانوا نابعين من الشحنه الموجبه راح يكون ينتهون في اللانهايه. يعني يكون مستمرين كل ما تبعد المسافه كل ما تكون شده المجال الى في نقطه ما تصير صفر. عندنا مجال كهربائي حول جسم مشحون موصل. The conductor is an electrostatic equilibrium. يكون متساوي توزيع الشحنة الكهربائية. When the charge distribution, the way the charge is distributed over the conductor is fixed. Basically, when you charge a conductor, the charge separates itself out at the equilibrium. The charge and the repetitive field follow these guidelines. عندنا الجسم المشحون الموصل راح تكون الشحنات تكون مستقلة على سطح خارجي إلي. The excess charge lies only at the surface of the conductor. The repetitive field is zero inside the conductor. The repetitive field at the surface of the conductor is perpendicular to the surface. هنا هذه خواص الجسم المشحون الموصل. عندنا اول شيء كل الشحنات راح تكون مستقله على السطح الخارجي، يكون
المجال الكهربائي الداخلي يساوي صفر، و الإلكتريك فيلد على the surface of the conductor يكون متعامد على السطح، و charge accumulates and the field is the strongest on point part of the conductor. يكون الشحنات يكون تتركز والمجال الكهربائي يكون أقوى في الأجزاء المدببة من هذا الجسم الموصول موصل. حتى نشرح هذا الشيء let's see if we can explain these things. Consider a negatively charged conductor لو نعتبر أدنى جسم موصل مشحون بالشحنة السالبة. In other words, a conductor with an excess electron. جسم موصل بعدد كبير من الإلكترونات الحرة الزائدة عن البروتونات. The excess electrons repel each other. لأن الإلكترونات شحنة سالبة ومساوية الشحنة راح تتنافر فيما بينها. So they want to get away. It is how it turns and بعضها لذلك كل راح توقف الاتجاه نحو السطح لذلك تستقر على السطح. As for as possible to do this they move to the conductor surface. They also distribute themselves so the electric field inside the conductor is zero. لذلك راح يكون المجال الكهربائي داخل الجسم يساوي صفر، عدم وجود شحنات داخل الجسم الموصل. If the field wasn't zero، إذا ما كان المجال الكهربائي يساوي صفر، any electrons that are free to move would there are plenty of free electrons inside the conductor. They are the ones that are canceling out the positive charge from all the photons and they do not move. So the field must be zero. لذلك راح يكون المجال يساوي صفر داخل الجسم الموصل المشروط. لنا تنتهي محاضرتنا هذا اليوم طلاب. إذا عندكم أي سؤال طلاب تسمعوني؟ نسمعك دكتور. نعم دكتور. دكتور بس هذا القانون دكتور القانون البي سيجما وين نستفاد من وين نستخدمه يعني؟ لما يعطيك كثافة شحنة بس حتى تميز شنو كثافة الشحنة تختلف حسب الصيغة اللي معطاها لك. إذا كان جسم حجم جسم مثل أدي كرة بعدين من أمثلة أختار تجيب أمثلة كثافة الشحنة داخل الكرة الصليبة كرة صليبة مشحونة وعازلة راح تقدر توجد كثافة الشحنة في الجسم الصلب المعزول. الجسم الصلب المعزول توجد شحنات في كل نقاط الجسم عكس الجسم الموصل المشحون. الجسم الموصل المشحون هتكون الشحنات وين؟ مستقرة فقط على السطح الخارجي. بينما الجسم الصلبي المعزول هتكون الشحنات وين؟ تكون في جميع أجزاء الجسم. فهنا بدي أقول لك أوجد لكثافة الشحنة الحجمية راح تكون عندك جسم كرة مثل راح توجد حجم مالها متقسم كمية الشحنة وين على الحجم مال الكرة. ليش؟ لأن الشحنة في الجسم العازل تكون متوزعة في جميع نقاط، بينما لو عندك كثافة الشحنة في الجسم موصل مشحون هنا ما راح تستخدم كثافة الشحنة حجمية. ليش؟ لأن الشحنة تستقر وين؟ فقط على السطح الخارجي. إذا لازم توزع شنو؟ السطح المساحة السطحية للكرة وتقسم كمية الشحنة راح تقدر توجد كثافة الشحنة على السطح.
واضح؟ واضح دكتور، واضح لو دكتور عندك ماجد. سلك موصل راح توجد كثافة الشحنة هتكون مرتب، لا تقسم كمية الشحنة على طول السلك. وضحت؟ وضحت دكتور، عاشت ايدك، تسلم. طيب طلاب، هذه المحاضرة نزلتها لكم، والفيديو أيضا سجل، إن شاء الله أنزله بأقرب وقت، لأن عندي محاضرة ثانية راح أعطيها، بعدين إن شاء الله بس عندي مجال أنزلهم حسب الإنترنت. أشكر حضوركم، طلاب رابط الحضور إلى هنا راح ينقلب، بعد ما ممكن أن تستخدموه. أشكر حضوركم، مع السلامة. الله الخير.